ها يا عم باهي، دي اخر العنقود بتاعتك؟ اخر العنقود ده. اخر المعقود سكر 4 عقود. اسمك ايه؟ ندى. اسمك ندى؟ عندك كام سنه يا ندى؟ 8. وطول عمرك شفتي كده ابوكي ماسك العود وبيغني وكده؟ اه. ايه رايك بقى في الهوايه بتاعته دي؟ حلوه. حلوه؟ ولا كنت عايزاه يبقى جد كده وما بيغنيش وكده؟ عايزاه يبقى بيغني. عايزاه يبقى بيغني صح؟ كان يحكوا للناس تبقى بتغني، كانت بقت حلوه. طب وانت تعرفي تغني برضو؟ اه. بتغني ساعات معايا هو يعزف على العود وانت تغني؟ اه. ايه نوع المزيكا اللي بتحبيها؟ اغنيه كان ودي نلتقي. كان ودي نلتقي؟ دي مين الفنان اللي بيغنيها؟ خليجي. حد فنان خليجي؟ تعرفي تغنيها؟ سمعيني كده. متشكرين قوي على اليوم الجميل ده النهارده يا عم باه. شكرا لله طبعا. انبسطنا معاكم جدا النهارده وفنك وبنتك واولادك وكل حاجتك الجميله. انبسطنا اكتر والله. ميرسي يا عم باه. بصي يا عم باه، احنا متعودين دايما بيكون معانا فنان بورتريه زميلنا عبد الله احمد بيعمل لبطل الحلقه بورتريه واحنا بنديهوله في اخر الحلقه عشان يفتكر الزياره بتاعتنا. اه. فتفضل يا عبد الله. ميرسي يا عبد الله جدا. اهو البورتريه. ان شاء الله يعجبك يا رب. ما شاء الله ده انا ده؟ ده انت اه فشر انت احلى كمان. لا اتفضل يا عم جاي. شوفي بقى يا ندى عايزين تعلقوه فين؟ افتكرونا بس بيه وافتكروا اليوم ده. ميرسي يا عم. ميرسي يا عم باي. باي باي يا ندى. مع السلامه. مع السلامه.